الشام الجميلة، ألوان الشام الرائعة، الزجاج المعشق الذي يمثل حضارة دمشق، توثيق بالفن التشكيلي للنزهات على نهر بردة في طريق المعرض وبوظة أمية. الشام، خان أسعد باشا والترام، وهذا النقوش والنقش على العود الذي لا يتقنه إلا الدمشقي. خان أسعد باشا الذي يمثل تحفة معمارية نادرة. جمال وسحر دمشق، عازف العود، الإضاءة الجميلة، القيشاني وقسم على الخزف، صناعة الزجاج والأواني الزجاجية بالنار من قبل المبدع، ينفخ فيها كأنه ينفخ الحياة، ينفخ الجمال. ثم يسويها وتصبح متعة للناظرين. وتصبح هذه الأشكال الزجاجية الرائعة ما هذا الجمال، ما هذا الانفجار اللوني العظيم. الله يا شام، هذه الأناقة المعمارية وهذا السحر، هذه الفتنة التي كانت أين أصبحت اليوم في ظل هذا التشويه لكل شيء جميل. نحن سكارى بالجمال القديم الذي يقول أن لنا أصلا في الجمال وأصلا في الحضارة. هذا توثيق بالفن التشكيلي للفنان نذير بارودي للشام القديمة والحياة ويوميات الشام القديمة. هذه دمشق وهذه الكاس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح.